تدري كم خرج من نسل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم؟ كم نبي؟ أكثر من 124,000 نبي، ومن والرسل أكثر من 313 رسول. أما إسماعيل فلم يخرج إلا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهو خير من الأنبياء جميعا، وخير من وطئ الثرى، وهو سيد ولد آدم، وهو الكليم في السماء، وهو الخليل عليه الصلاة والسلام. فارفع رأسك بنبوة نبيك، فإن الله اختارك من هذه الأمة التي جعلت شاهدة على الأمم ووسط بين الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس.